السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي متابعيني ومتابعاتي. إن شاء الله اليوم غادي نكمل معاكم الفيديو الجزء الثالث من البطانية. إن شاء الله حنشتغل على الوحدة هذه، حنشتغل على الوحدة هذه ونشتغل على هذه. هذا نص الوحدة هذه، إن شاء الله بتشوفون كيف حنشتغل عليهم. عشان ما أتأخر ما أبغى أتكلم كتير، زي ما قلت لكم التفاصيل كلها بخليها للجزء الرابع من الفيديو من الشغل. يعني الحين إحنا في الجزء الثالث من البطانية، قلنا بنشتغل على هذه القطعة اللي هي هذه القطعة تتكون من جزئين في الباترون. الجزء الأول هو هذا والجزء الثاني هو هذا. حنشتغل على الجزء هذا والجزء هذا، فهمتوا؟ هذا مربوط من هنا بهذا الشكل، بهذا الشكل كأننا ماسكين، كأننا اشتغلنا القطعة هذه الحال وهذه القطعة الحال، بس إننا بنشتغلهم مع بعض. بتشوفون معايا إن شاء الله الطريقة. نبدأ على بركة الله. محتاجين الخيوط. بالنسبة للألوان البنات، بالنسبة للألوان تستعملون الألوان اللي انتم اللي عندكم، اللي متوفر عندكم واللي انتم تحبون على حسب اختياركم. بالنسبة لي انا اخترت 3 ألوان هي اللي اشتغلت بها هذه الوحدات الصغيرة. نبدأ على بركة الله. كذلك نحتاج صنارة. صنارة دائما انا اشتغل برقم 2.5، ويمديكم تشتغلون برقم 3 اذا تحبون الشغل يطلع معكم بسرعه ويكون كبير. اشتغلوا برقم 3.5، والمقص وابره للتنظيف فقط. الباترون هذا هو جنبنا هنا، ونبدا على بركه الله. اول شيء ناخذ دائره سحريه، حناخذ دائره سحريه كذا، ندبل الخيط كذا، شفتوا معي؟ اول شيء في الدائره السحريه حنطلع 3 سلاسل. الشغل حيكون كذا، هنا دائره سحريه حنطلع 3 سلاسل، وحنسوي بابل من 2، من عمودين بلفة فقط، وثلاث سلاسل كذلك، بابل من عمودين فقط وثلاث سلاسل. هذه 1 2 3. اشتغلنا 3 سلاسل، نشتغل عمود بلفة بهذا الشكل، ثم نسحب. عندنا هنا 3 سلاسل وعمود، نشتغل بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. بعد 3 سلاسل نشتغل كذلك 2 عمود بهذا الشكل، 1، بخلي كده، بخلي حلقتين يعني 3 عمودين بدون ما أكملهم كده، يصير عندي هنا 3 حلقات على السنارة، ثم أسحب الكل 3 سلاسل، 1 2 3. ونفس الشيء كده، كده 3 حلقات على السنارة وأسحب كلي. باقي لي 3، لازم نسوي 6 مجموعات، 1 2 3، 1 2 3. هنا عمودين غير مكتملين، وأسحب من الكل 3 سلاسل، 1 2 3. واحد 2 عمودين غير مكتملين بهذا الشكل. عندي 1 2 3 4 5، تفضلوا لي مجموعة، 1 2 3.
يظل 3 حلقات فوق السنارة وأسحب هنا. كم صار عندي؟ صار عندي 6. 1 2 3 4 5 6. خلاص أسوي 3 سلاسل. 1 2 3 وأقفل. أقفل هذه الحلقة السحرية كده كويس. هديلا قفلت الحلقة السحرية، عندي 3 سلاسل هنا وأمر للدور الثاني اللي هو هذا الدور الثاني هنا. أجي هنا قفل بمنزلقة وأروح منزلقة وأرتفع ب3 سلاسل هنا. 3 سلاسل أعتبرها عمود وأسوي في هذا الفراغ هذا عمود ثاني، سلسلتين واثنين عمود، يعني صار عندي عمودين. أعتبر إن هذا عمود، 3 سلاسل عمودين سلسلتين عمودين في كل فراغ. هنا أقفل هنا بمنزلقة كده وأروح كمان هنا بمنزلقة وأرتفع 3 سلاسل. 1 1 2 3 عمود بلفة. 1 2 سلسلتين في نفس الفراغ عمودين بلف. 1 2 أمر مباشرة للفراغ اللي بعده، عمودين بلفة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة في نفس الفراغ، 2 عمود بلفة. معي بهذه الطريقة أمر للفراغ اللي بعده مباشرة وأشتغل عمودين، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 1 2 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. إيش بيصير عندي؟ بيصير عندي كل فراغ من هاد الـ6 فراغات كل فراغ حنشتغل فيه 4 عواميد بلفة بينهم 2 سلسلة. وصلت النهاية، بقفل الشغل هنا. 1 2 3 وقفل الشغل. نيجي هنا، شفتوا معي هنا، حنيجي على الدور. اشتغلنا رقم 1، اشتغلنا رقم 2، حنجي للدور رقم 3. الدور رقم 3 حنجي هنا نسوي غرزة حشو، وفي كل فراغ من هذه الفراغات نشتغل 3 عواميد بلفة بينهم سلسلتين. في كل فراغ من هذا 3 عواميد، 2 سلسلة، 3 عواميد، غرزة حشو وكذا. وحنروح رايحين في في في, في الشغل. الحين بجي أنا من هنا، من أي وحدة من هذول الفراغات اللي هنا اللي ما بين الأربع، عندنا 4 عواميد وهنا 4 عواميد، عندنا هنا في الفراغ هذا اللي هنا اللي فوق هذا العواميد اللي هنا اللي فوق هذا البابل. أنا بجي هنا ببدأ الشغل من هنا، من هنا أجي وأخذ غرزة حشو. أول شيء أربط الخيط، أرتفع سلسلة اللي حقفل عندها، أسوي هنا غرزة حشو
بعدها بعد غرزة الحشو اللي سويت هنا بجي أسوي 3 عواميد بلفة، 1 2 3، اثنين سلسلة، 1 2، بعدين كمان 3 عواميد بلفة، 1 1 2، لا حول ولا قوة، 2 3، هذه 3. هنا أجي هنا وأسوي هنا غرزة حشو، شفتوا معي بهذا الشكل. بعدها بعد غرزة الحشو أخذ كذلك في هذا الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2، وكذلك 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3، غرزة حشو هنا. أخلص هذا الدور وأرجع معاكم. خلصت هذا الدور، هذا هو خلصت هذا الدور. أجي هنا وأقفل هنا، عندي هنا في نفس السلسلة اللي كنت ارتفعتها من أول هي هذه، أجي أشتغل غرزة حشو سلسلة وهنا جنبها غرزة حشو. اشتغلنا هنا غرزة حشو صح؟ غرزة حشو سلسلة، سلسلة هي هذه، هنا عندي غرزة حشو، هذه سلسلة. نجي للفراغ هذا اللي هنا اللي بين 3 عواميد، هذه 3 3، هنا 6 عواميد بينهم سلسلتين، حنشتغل في الفراغ هذا 4 عواميد بلفة، 1 2 3 4، وحنشتغل 1 2 3 4 5 5 سلاسل، نقفل بمنزلقة عند السلسلة من هنا 4، عند السلسلة الرابعة، ثم نكمل سلسلة 1 2 3 4، سلسلة غرزة حشو سلسلة. شوفوا معايا تطبيق للباترون، هنا سوينا غرزة حشو سلسلة 4 عواميد، 1 2 3 4، هي هذه 4، نطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4، 5، 1 2 3 4 5. بخلي هذه السلسلة من هنا، شفتوا معي السلسلة هذه من هنا، وأرجع أسوي هنا منزلقة، هنا منزلقة، وأشتغل سلسلة كده، وأرجع هنا وأسوي 4 عواميد بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 4، هذه 4 سلسلة غرزة حشو. هنا ناخذ من اللفة حقة غرزة الحشو الأولى من هنا من اللفة، وندخل كذا ونسوي غرزة حشو بهذا الشكل، ثم سلسلة، ثم هنا 4 عواميد بلفة، 1 2 3،
أربعة، خمسة سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نيجي هنا نخلي هذه السلسلة اللي من هنا ونجي في الرابعة وأشتغل منزلقة، منزلقة سلسلة، وأشتغل هنا أربع عواميد بلفة في نفس الفراغ، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، سلسلة. في الفي حقة غرزة الحشو من هنا أخذ غرزة حشو، سلسلة، وهكذا لين أخلص الشغل. شفتوا معي؟ أخلص هذا الدور وأرجع معكم. هنا خلصت هذا الدور، بجي هنا وأخذ منزلقة. شفتوا معي؟ في هذا المحل اللي أنا خليت فيه سلسلة هنا، بجي أخذ منزلقة وأقفل الشغل. قفلت هذا السطر. حنشتغل على هذه الأدوار. الحين حنشتغل من وراء، من هنا هذه حنشتغل هذه السلاسل اللي من هنا. شفتوا معي؟ حناخذ غرزة حشو من هنا، حناخذها من بين هذه السلاسل من هنا، حناخذ غرزة حشو. انتم شايفين معي كده؟ حناخذها من هنا من الخلف، غرزة حشو من هنا، ونشتغل السلاسل هنا، تسعة سلاسل غرزة حشو، تسعة سلاسل غرزة حشو كده. حنوسع كده لين تظهر لنا السلسلة. ما ناخذ من هذا، ناخذ من وسط السلسلة كده، حناخذ من وسط السلسلة، ناخذ كده غرزة حشو. هذه بداية الشغل، هنا غرزة حشو، حناخذ تسعة سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. حنتجاوز واحدة ونشتغل في نشتغلنا هذه حنتجاوز هذه ونشتغل في هذه، نتجاوز تنتين ونشتغل في الثالثة. جديد عشان تكون واضحة معاكم، حنشكل زي المعين أو المربع. حنيجي هنا عندي هنا تسعة سلاسل، أنا ماسكة معي تسعة سلاسل هنا، هنا اشتغلت خلف هذا المثلث. الحين عشان يصير عندي مربع كيف أسوي؟ أتجاوز هذه وما حشتغل هنا زي أول، لا حنشتغل هنا كده، حنشتغل في خلف هادو. شفت الـ هنا عندي غرز حشو، حشتغل تحتهم من هنا، من تحت غرز الحشو بهذا الشكل. هاخد غرزة حشو ثم كذلك تسعة سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسعة سلاسل. الحين هشتغل هنا في هذه. شفتوا؟ مرة أشتغل هنا، والثانية اشتغلتها هنا، والثالثة النقطة الثالثة بشتغلها هنا. أفتح هنا على السلاسل اللي جوا وأخذ من هنا، من هنا سلسلة. شفتوا معي؟ أخذ من هنا من خلف، بس ما هشتغل كده،
ما حشتغل على من جو عشان ما يظهر الشغل، حشتغل بس على السلسلة كده، وآخد خرزة حشو وآخد 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والمرة هذه حشتغل هنا، شفتوا معي زي كده. مرة نشتغل في الدور النهائي، ومرة نشتغل في غرز الحشو من تحت، في الغرز الحشو اللي احنا مسويينها في الفراغ اللي فوق البابل. واخد 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنا اجي او اشتغل كده منزلقة. هنا قفلنا المعين، هذا هو في الدور، في هذا الدور حنرتفع 3 سلاسل عشان نشغل نشتغل هنا، حنشتغل على هذه العواميد من هنا. حرتفع هنا زي ما انتم شايفين معايا هنا 3 سلاسل، 1 2 3، ونشتغل فوق هنا حنشتغل 9 عواميد. هذه 3 سلاسل من هنا خليها، وهذه خليها، وحنشتغل هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9. هذا ليش خليت 3 سلاسل هذه؟ لأن اشتغلتها فوق غرزة الحشو ما عديتها، يعني حنشتغلها كده. هذو العواميد اللي في الزوايا سلسلتين، وهكذا عواميد هنا في الزوايا ما عديتهم، بس عد هنا في النص حيكون عندي 9 عواميد بلفة. هنا برتفع 3 سلاسل، 1 2 3، خلاص هذا يعتبر عمود، بخليه يعتبر عمود داخل غرزة الحشو، داخل غرزة الحشو. هنا بيجي عنده أخوه من هنا من بعد لما أعيد اللفة. الحين بشتغل في هادو 9 عواميد بلفة، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وأجي هنا فوق غرزة الحشو هذه وأشتغل عمود بلفة 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس غرزة الحشو هذه هنا الفوق هنا نشتغل عمود ثاني بلفة، بعدها هنا في هذا الفراغ 9 عواميد بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنا فوق غرزة الحشو هذه هنا بشتغل عمود بلفة 2 سلسلة، 1 2، في نفسها بشتغل في نفس غرزة الحشو هذه عمود بلفة ثاني، يعتبر هذا زاوية من هنا، وهكذا لنخلص هذولا كمان وارجع معاكم. خلصت هنا الدور، بجي هنا
واخد غرزة حشو، باجي هنا لغرزة الحشو وباخد عمود بلفة واخد 2 سلسلة، 1 2، وعندي هنا 1 2 3، اقفل هنا فيصير عندي هنا هذا هو الفراغ في الزاوية الأخيرة. هنا في الدور هذا، الدور اللي بعده حنشتغل، حتكون عندي هنا 3 سلاسل بشتغلها بهذه الطريقة. شوفوا معي، برتفع من هنا من الفراغ هذا برتفع 2 سلسلة وأخليها على الصنارة وأرجع فوق هذا العمود، يعني حيكون عندي 2 سلسلة من تحت وسلسلة من فوق، كأنه بخلي عمود من تحت وسلسلة من فوق، عمود سلسلة من فوق وعمود من تحت. يصير عندي لازم في المجموع المجموعات هذه باخذ 1 2 3 4 5، واحد 2، وأخذ هنا بروح من هذه الزاوية بسوي هنا فوق هذه، بخليت هذه الحين بروح مباشرة للعمود هذا اللي بعدها، وأشتغل، لأنه ما تنسون هذه بشتغلها هنا في هذا المحل، وأسوي 1 سلسلة وأتجاوز هنا عمود هذا وأشتغل في اللي بعدها هنا، وأخليهم فوق، أخليهم فوق السنارة هنا، وأشتغل مرة تانية عمود. خلصت هذا الدور، بعد ما خلصت هذا الدور باخذ هنا بجي عند نهاية السطر من وين بديت، من وين بديت عندي هنا غرزة حشو اللي كانت هنا، بجي هنا واخذ غرزة عمود كده 2 سلسلة، 1 2، واخذ هنا واقفل بمنزلقة اقفل هنا بمنزلقة وارجع من نفس الفراغ هذا اخذ كده ارتفع، اخذت السلسلة الاولى الثانية الثالثة، خلاص هنا عندي 3 سلاسل، اجي واسوي هنا عمود بلفة كده بهذا الشكل، خلاص، وهنا عندي 1 اسوي 1 سلسلة وارجع هنا في نفس المحل في نفس السلسلة اللي عندي من تحت فوق العمود، واسوي كده عمود بلفة واخلي 1 سلسلة هذه اخليها الحلقتين هذه على السنارة، واروح اشتغل اتجاوز هنا 1 سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدها كده، واسحب من 3، شفتوا معي، واسوي 1 سلسلة هنا 1 سلسلة وارجع من نفس السلسلة اللي عندي تحت اخذ عمود بلفة واخلي الحلقتين اخليها على السنارة، الف الخيط كده، انتم شايفين معي، واجي هنا اخلي هذه السلسلة هنا، واجي السلسلة اللي بعدها واشتغل عمود بلفة واقفل بكده، اخذ 3 سلاسل، اخذ كمان 1 سلسلة من هنا من فوق واشتغل في نفس السلسلة من هنا كده، واخلي الحلقتين واتجاوز 1 سلسلة واشتغل في اللي بعدها، بعدين اسحب من الحلقات 3، نفس الشيء اخذ 1 سلسلة من هنا وارجع لنفس السلسلة اللي اخذت اللي سويت فيها العمود بلفة
واطلع بعمود بلفه واخلي الحلقات على على السناره كده، واروح للسلسله اللي بعدها هنا واسوي كده. هذه شفتوا معي، يكون عندي المجموع هنا عندي 1 2 3 4، وهذه هي رقم 5 اللي اسوي لها كده سلسله، وارجع اسوي لها عمود كده واخليهم فوق الحلقه، وادخل هنا في الفي، هنا في الفي هذه شفتوا معي، هنا في الفي ادخل بها عمود هنا واسوي حلقتين سلسلتين هنا سلسلتين، وغرزة باف بعمودين بلفة هنا، عمودين بلفتين، وهنا سلسلتين. شوفوا معي يعني خليكم مركزين، هنا خلي الحلقتين كده وادخل هنا في نفس هنا في الحلقة هذه في نفس الحلقة في نفس الفراغ، هذا الفراغ اشتغل فيه عمود واحد بلفة، وأخذ كده يعني أسحب من الثلاثة وأخذ سلسلتين 1 2، وأسوي حلقتين كده عمودين، يعني هسوي عمود بلفتين، هذا العمود الأول بلفتين بدون ما أسحب الحلقات أخليها، يعني هتجيني غرزة بابل بعمود بلفتين، وأسحب وأخليها كده، وأخذ كذلك عمود بلفة ثاني، ثم أسحب من الكل وأسوي سلسلتين 1 2، وأرجع على نفس الفراغ اللي عندي أشتغل عمود بلفة، عمود بلفة بدون ما أسحب الخيوط، بدون ما أسحب الحلقات هذه أخليها، وأجي أتجاوز السلسلة هذه وأشتغل في اللي بعدها هنا عمود بلفة. كده واسحب من الكل. وبعدين سلسلة. وبعدين ارجع من نفس محل العمود هذا اخذ عمود بلفة واخلي الحلقتين. الف الخيط واخذ عمود بلفة اتجاوز سلسلة واخذ في اللي بعدها. واخذ سلسلة وارجع في نفس العمود في نفس المحل اللي اخذت منه العمود الاول، واخذ عمود ثاني واخلي الحلقتين شفتوا معي، واعد سلسلة من تحت واخذ الثانية اللي بعدها، واخذ سلسلة من هنا، وبعدين اشتغل في نفس السلسلة من تحت اخلي الحلقتين وأسوي عمود أتجاوز سلسلة وأسوي عمود في اللي بعدها. شفتوا حستمر في نفس الطريقة هذه لين أخلص الشغل، عشان ما فهم إذا ما فهمت وصلت للزاوية كذلك اشتغلت فيها هنا، وباخذ لفتين أشتغل عمودين بلفتين بس غير مكتملة. ها شفتوا معاي كده، كده هذه لعمودين بلفتين هنا في النص، ثم سلسلتين، ثم عمود واحد بلفة في نفس الفراغ، بس إني بخلي الحلقتين على السنارة وأشتغل أتجاوز سلسلة وأشتغل في اللي بعدها، وأخذ سلسلة وأشتغل في نفس المحل عمود بلفة، واخلي سلسلتين على الحلقه، واروح اخلي يعني الحلقتين على السناره، والف الخيط اسوي عمود بلفه بعد السلسله هذه. شفتوا خليت معايا السلسله هذه بخليها هنا، واجي في اللي جنبها كده واسحب، ثم اسوي سلسله، ثم هنا في نفس المحل أسوي عمود بلفة وأحتفظ بالحلقتين فوق السنارة، وأسوي أتجاوز السلسلة وأشتغل العمود اللي بعدها كده. شوفوا معي
أتمنى إنه الشرح واضح، إذا ما هو واضح خلوا لي اكتبوا لي في التعليقات. وصلت للنهاية، للزاوية النهائية اللي هي هذه، شفتوا معي؟ كان عندي هنا عندي حلقتين فوق السلسلة في النهاية فوق السنارة، أخليها وأسوي هنا في الفراغ هذا عمود بلفة وأسحب من الكل، ثم سلسلتين واحد اثنين وأشتغل عمودين بلفة بدون ما أنتهي كده، عمودين بلفة غير مكتملات كده، وهنا أسحب من الكل وأخذ سلسلتين واحد اثنين وأقفل بمنزلقة هنا عند هذه، لنعتبره هو العمود البداية اللي كنا بدينا به. الحين حنغير اللون، ما حيوضح معاكم هذا الشغل لنهايته، حنغير اللون. هذا الشغل ما يوضح معاكم لين ننتهي منه خالص، شفتوا؟ فإذا أنهينا الشغل حيبان أحسن وأحسن. حنيجي بنات شوفوا معي، نيجي من عند أي زاوية، بس أنا أفضل تجون من الزاوية اللي ما حنشتغل فيها هذا، اللي ما حنجمع فيها هذا الرؤوس. نجي من الزاوية هذه من هنا وناخد أول نربط عليها الخيط هنا، من هنا حناخد أول غرزة حشو من هنا أول شيء، ونسوي سلسلتين غرزة حشو واحد اثنين، وفي نفس المحل نسوي غرزة حشو ثانية في الفراغ هذا، ثلاث غرز حشو حنمشي كده في هذا الفراغ، ثلاث غرز حشو واحد اثنين ثلاثة، في اللي بعده في الفراغات اللي بعدها نمشي كلها اثنين غرزة حشو واحد، عندنا هنا ثلاثة. المفروض ان لما اوصل هنا الاقي عندي 16 غرزة حشو، هنا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إحداشر اثناشر ثلاثاشر أربعتاشر خمستاشر ست 16. هنا عندي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 هنا. هذه نيجي هنا في هذه الزاوية اللي هنا اللي عندنا حنربط عليها هذه، هذو لا، هذه حتضل، هذه حتضل، هذه هنا حنربطها، أي وحدة مقابل الزاوية نربطها مع الزاوية هذه. حنيجي هنا حناخد كده من هنا من وسط الفراغ هذا، ناخد ندخل السنارة وناخد غرزة حشو كده، بعدين سلسلتين واحد اثنين، ونرجع كمان ناخد غرزة حشو تانية. خلاص كده نعيد نفس الشيء بالنسبة لهذا السطر، نعيده هنا، حناخد من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداش اثناشر ثلاثاشر أربعتاشر خمستاشر هنا خمستاش ستاش هنا فوق هذه،
فوق هذه البابل، اخذ هنا غرزة حشو، سلسلتين غرزة حشو، بحاول اجيبها في النص هنا، غرزة حشو سلسلتين غرزة حشو، ثم هنا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وفوق كل فراغ من هذا اللي في النص غرزتين حشو. كل ضلع من الأضلاع لازم يكون فيهم 16 غرزة حشو غير اللي في فوق الزوايا. 2 3، عندي هنا واحدة لازم أقفل هذه، شفتوها؟ أجي هنا أخذ من هنا من النص حقها، أفتح كده تشوفون، لأن كنا زوينها زي البيكو، فهمتوا؟ تفتحون كذا وتسوون غرزة حشو، سلسلتين، واحد اثنين، وترجعون كمان تسوي غرزة حشو. جنبها ثلاث غرز حشو، واحد في هذا الفراغ اللي هنا، 2 3، وهنا في كل فراغ من هذه الفراغات نشتغل غرزتين حشو. هنا ثلاثة آخر شيء. وضحت؟ عندنا ربطنا 2 وفاضل لنا 4، شفتوهم؟ هاد 4 هم اللي حنربطه في اخر دور، اللي هو اخر دور اللي هم هنا، بيكون هاد 2 هنا 2 هنا و2 هنا، شفتوهم معي بهذا الشكل. على النهاية هنا في الزاوية هنا بدخل اسوي منزلقة كده، شايفين معي منزلقة هنا، وارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، عفوا اصبر معي، هنا وصلت لهذه النهاية. هنا اخذ منزلقة من عند غرز الحشو، من اول غرزة حشو اخذ منزلقة، ثم ادخل اخلي هذا الفراغ هنا وأدخل في هذه وأسوي منزلقة تانية، بحيث يكون عندي هذا الفراغ لازم أشتغل فيه. بس أنا بجي هنا في آخر الفراغ من الزاوية هذه وبشتغل منزلقة آخرة ثالثة كذا، وأرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، شايفين معي هذه 3 سلاسل هنا، اشتغل اخلي 3 سلاسل هنا واشتغل، اتجاوز واحدة واشتغل في اللي بعدها كده عمود بلفة واقفل كده، ثم سلسلة شايفين معي واشتغل عمود بلفة في نفس السلسلة هذه، ارجع واسوي هنا بمشي بغرز الفي المتعاكسة، واخلي حلقتين على السلسلة واتجاوز السلسلة واشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، اخلي هذه واشتغل في اللي بعدها كده، شفتوا معي؟ ثم سلسلة من فوق واشتغل في نفس السلسلة، في نفس السلسلة من تحت اخلي حلقتين واتجاوز السلسلة واشتغل في اللي بعدها كده،
وخلي حلقتين نفس بكرر نفس العمل اللي كررته هنا اللي سويته هنا بنفس الطريقة، بس هنا 5 مجموعات وهنا بسوي على 8 مجموعات. خلاص كده بهذا الشكل، بخلي واحدة واشتغل في هذه اللي بعدها، ثم سلسلة من فوق، ثم اشتغل تحت واخلي حلقتين واشتغل اتجاوز سلسلة واشتغل في اللي بعدها، واسوي كمان سلسلة من فوق واشتغل في نفس السلسلة، اسحب واسوي اخلي هنا حلقتين فوق السنارة واشتغل في اللي بعدها، وكمان اسوي سلسلة واشتغل من تحت واخلي حلقتين واشتغل في النهاية، هذه اخلي واحدة واشتغل في اللي بعدها، وكمان سلسلة واشتغل هنا عمود بلفة واخلي الحلقتين بيصير عندي هنا، دي 1 2 3 4 5 6 7 وهذه 8، واشتغل هنا في 2 سلسلة اللي عندنا في الزاوية، اشتغل كده عمود اخر عمود بلفة، ثم سلسلتين 1 2 بنكرر نفس الزاوية اللي كنا سويناها قبل اللي هي هذه هنا، هذه عمود بلفة سلسلتين، هنا 2 عمود بلفتين غير مكتملة زي ما تكون حنسوي غرزة البابل هنا، ثم سلسلتين من هنا وهنا عمود بلفة. شوفوا معي هنا عندي سلسلتين عمود بلفتين بس غير مكتمل، خلوه كده، خلو الحلقات فوق السنارة، ثم العمود الثاني بلفتين واسحب من اللفة الاولى من اللفة الثانية وهذه، واسحب اللي عندي الحلقات اللي ظلت فوق السنارة 3 حلقات والرابعة نسحب بيها كده، ثم سلسلتين 1 2 وعمود 1 بلفة في نفس هذا الفراغ، عمود بلفة عمود بلفة، حنخلي الحلقات حقته فوق السنارة ونتجاوز سلسلة ونشتغل في اللي بعدها كده، ثم سلسلة من فوق، ثم في نفس السلسلة من تحت نشتغل كده عمود بلفة غير مكتمل، نسحب ونتجاوز سلسلة من تحت ونشوف اللي جنبها نشتغل فيها ونسحب من الكل، وهكذا الشغل فيها سهل جدا. خلينا هذه ونشتغل في اللي بعدها كده لين أخلص الشغل. شفتوا معي بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها في الدور اللي قبل هذا اللي قبل غرز الحشو، أنا سويت هذا الدور خلصته. شفتوا معي هنا لما كنت سويت هنا 3 سلاسل هذه اللي هنا، خليت هنا الفراغ في النص، هنا خليت الفراغ هو اللي في البداية صح. الحين عندي هنا حلقتين، أجي هنا وأسوي عمود بلفة وأسوي سلسلتين 1 2 وهنا أسوي الزاوية اللي عبارة عن عمودين بلفتين غير مكتملات هنا كده، ثم عمود ثاني بلفتين كده، واسحب الخيط واسوي سلسلتين 1 2 واقفل هنا بمنزلقة، اقفل هنا بمنزلقة يكون هذا نهاية هذا السطر، واقفل اقطع الخيط عشان نسوي اخر، عندنا اخر سطر حنشتغل على اخر دور بنات هنا. شوفوا معي نشوف الباترون اول شيء، عندنا هنا الفراغ حق الزاوية هذه، عندنا فراغ هنا وفراغ هنا سلسلتين، حنجي نبدأ 3 سلاسل من أول سلسلة بعد الفراغ، نطلع 3 سلاسل نعتبرها عمود بلفة
وجنبها عمود بلفة، ثم نص عمود نص عمود، واحد اثنين، ثم نشتغل تسعة غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هنا إذا كانت عندنا نجمة هنا، حتكون عندنا نجمة هنا، حنشتغلها في الحشو الثانية، واحد اثنين، يعني حنربطها في الحشو الثانية. خلصنا تسعة هنا، تسعة غرز حشو، نيجي بعدها اثنين نص عمود، واحد اثنين نص عمود، ثاني اثنين عمود بلفة، وفي الفراغ هذا حنشتغل هنا في الفراغ هذا اللي في السلسلتين، نشتغل فوقهم اثنين عمود بلفة، هذا ثالث عمود بلفة، ما حنشتغله في الفراغ، لا حنشتغله فوق غرزة الباف، فوق هنا في الراس حقها، هنا حنشتغل في عمود بلفة سلسلتين عمود بلفتين، وحتشوفوا معي الشغل هذا اللي حنشتغل فيه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سلاسل، وننزل بمنزلقة اثنين حشو نص عمود نص عمود، هنا عمود بلفتين اثنين سلسلة عمود بلفة، ثم نجي نشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها هذا السطر، بتشوفوا معي يعني هذا الوجه. تطبيق الباترون حنشوفه هنا، انا جيت هنا، العفو ببدا معاكم، عندي هنا فراغ، هذا هو هذا الفراغ اللي هنا، بجي بعد الفراغ هنا واشتغل هنا بعد الفراغ، خلي هذه السلسلة، بشتغل هنا، اطلع واحد اثنين ثلاثة، هذه ثلاث سلاسل، بعدها عمود بلفة، هذا هو واحد، وبعدها عمود نص عمود مرتين، هذا أول عمود، أول نص عمود، ثاني نص عمود، غرزة حشو الأولى وغرزة الحشو الثانية بربط فيها اللي هي هذه. فوق كل سلسلة حنشتغل، ما حنخلي ولا سلسلة، فوق كل سلسلة حنشتغل فيها. عندي هنا باخذ هذه وبربطها في غرزة الحشو الثانية، عندي هنا اثنين غرز حشو، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة غرز حشو، بعد التسع يعني بعد التسع غرز حشو حنشتغل اثنين عمود، اثنين نص عمود، هذا نص عمود الأول، نص عمود ثاني، عمود بلفة أول وعمود بلفة الثاني، وفي الفراغ هنا اثنين عمود بلفة، واحد اثنين، ونيجي هنا فوق البابل هذه فوقها نشتغل عمود بلفة، عمود بلفة، شايفين معي هذا هو عمود بلفة، اثنين سلسلة، واحد اثنين، وعمود بلفتين في نفس الفراغ هنا في نفسها، عمود بلفتين، ثم قلنا هنا سبعة سلاسل، شوفوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هنا سبعة سلاسل، وحنرجع نخلي السابعة من هنا وناخد من ستة، ناخد منزلقة فوق ستة ومنزلقة فوق الخمسة وغرزتين حشو واثنين نص عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بخلي هذه السابعة هنا، أجي هنا لستة أشتغل منزلقة،
منزلقة فوق هنا الخامسة كمان، ثم غرزة حشو واحد، غرزة حشو اثنين، بعدها نص عمود واحد ونص عمود اثنين، ثم لفتين ونرجع من نفس الفراغ نشتغل هذا العمود بلفتين. شفتوا معي كده سلسلتين، واحد اثنين وعمود بلفة هنا، هذا عمود بلفة هنا، ثم في الفراغ اللي هنا عمودين بلفة، واحد اثنين. شفتوا معي هذه هي. عمود بلفة، عمود بلفتين، اشتغلنا هذه الزاوية، عمود بلفتين، عمود بلفة، عمودين بلفة. نيجي بعدها كذلك ونشتغل هنا عمود بلفة، عمود بلفتين بلفة، ثم عمود بلفة، ثم نص عمود، بعدها نص عمود هنا، ونشتغل تسعة غرز حشو، تسعة غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عند ثمانية أربط هذه ثم أشتغل تسعة، هذه هذه ثمانية تسعة، ثم نص عمود، نص عمود ثاني، عمود بلفة الأول وعمود بلفة الثاني، في الفراغ هذا اثنين عمود بلفة، واحد اثنين هنا، ثم عمود بلفة في فوق الباب الهادي فوق الغرز، هنا عمود بلفة اثنين سلسلة، واحد اثنين عمود بلفتين، سبعة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نرجع نشتغل منزلقة منزلقة ثانية، غرزة حشو، غرزة حشو اثنين، نص عمود ونص عمود ثاني وعمود بلفتين، سلسلتين، واحد اثنين، وهنا عمود بلفة جنبها، ثم هنا في الفراغ هذا اثنين عمود بلفة، وفي بعدها كذلك نشتغل عمود بلفة وعمود بلفة مرة ثانية، ثم هنا نص عمود ونص عمود، غرزة حشو،
وغرزة حشو تانية نجمع ناخد فيها الزاوية. هادو 2 غرز حشو، 3 4 5 6 7 8 9 نص عمود، هنا نص عمود، وهكذا لين اخلص هذا الدور. اخلص الدور وارجع معاكم. هنا وصلت لاخر زاوية اللي هي هذه، عمودين بلفة. ثم عمود بلفة فوق الزاوية هذه، فوق البابل، 2 سلسلة، عمود بلفتين، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. نيجي هنا وناخد منزلقة، منزلقة رقم 2، غرزة حشو، ناخد 2 غرزة حشو و2 نص عمود، عمود بلفتين، واحد اثنين سلسلة في نفس المحل، عمود بلفتين، وفي الفراغ هذا عمود 2 عمود بلفتين، بلفة عمود بلفة، هنا في نفس الفراغ، هنا في نفس فوق نفس الببل، وهنا في الفراغ هذا 2 عمود بلفة، ثم أقفل الشغل. هذه هي الوحدة اللي وعدتكم اني بسويها معاكم. فاضل لنا النص الوحدة، هذه وحدة كاملة، فاضل لنا النص اللي هو هذا. هذا سهل جدا، بسرعة بنشتغله مع بعض. نبدأ على بركة الله. هانتم شوفوا معايا هنا الباترون، حناخد دائرة سحرية، نرتفع 3 سلاسل، وكمان بعد ما نرتفع 3 سلاسل نشتغل 3 سلاسل، ونشتغل هنا غرزتين، يعني غرزتين عمود بلفة، عمودين بلفة غير مكتملات، ثم 3 سلاسل، ثم عمودين غير مكتملات، ثم 3 سلاسل، وعمود واحد هنا بلفة، ونرجع نشتغل. شوفوا معايا الشغل، طبق الباترون. عندي هنا حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وكمان حنشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، يصير عندي 6 سلاسل. بعدين حنشتغل هنا عمود واحد غير مكتمل، ثم العمود الثاني غير مكتمل، ثم نطلع من 2 ونشتغل هنا 1 2 3، عمود غير مكتمل، ثم العمود الثاني غير مكتمل، ثم نطلع من 3 سلاسل ونشتغل 3 سلاسل ثانيات، ونشتغل كذلك هنا. بعد ما اشتغلنا 3 سلاسل حنشتغل عمود واحد بلفة كده، هذا عمود واحد بلفة، حنقفل هذه الدائرة بهذا الشكل. خلاص حناخد معانا، عندنا 2 1 2، خلاص، ولكن عندنا 3 فراغات، 1 2 3. حنرتفع، حنلف الشغل ونرتفع 3 سلاسل، 1 2
ثلاثة، وحنشتغل في الفراغ الأول اللي هو هذا، اثنين عمود بلفة، واحد اثنين، ونشتغل واحد اثنين، يعني سلسلتين، اثنين سلسلة، اثنين سلسلة، وكذلك اثنين عمود بلفة، واحد واحد اثنين، ونجي للفراغ اللي بعده هنا ونشتغل اثنين عمود بلفة، واحد اثنين، اثنين سلسلة، واحد اثنين، ونشتغل اثنين عمود بلفة، واحد اثنين. بعدها في الفراغ هذا نفس الشيء، اثنين عمود بلفة، اثنين سلسلة، اثنين عمود بلفة. شفتوا معي؟ يصير عندي ثلاث مجموعات، واحد اثنين ثلاثة. هنا قبل ما نغير اللون حنمشي ونشتغل عمود بلفة، ثم هذيك الساعة نقفل الشغل. خلاص نقفل الشغل كده بهذا الشكل، عندنا ثلاث مجموعات، واحد اثنين ثلاثة. نجي من هنا من هذا المحل ونبدأ ناخذ أول شيء، ناخذ من هنا تبة الخيط، أخذ منزلقة ثم غرزة حشو، وبعدين في هذا الفراغ اللي هنا أشتغل ثلاث عواميد بلفة، واحد اثنين ثلاثة، بعدها اثنين سلسلة، واحد اثنين، واشتغل كذلك ثلاث عواميد بلفة، واحد اثنين، اثنين ثلاثة. ثم أجي هنا في الفراغ هذا أشتغل غرزة حشو بهذا الشكل، وفي هنا في هذا الفراغ كذلك ثلاثة عواميد بلفة واثنين سلسلة وثلاثة عواميد بلفة، هذا ثلاثة اثنين سلسلة، واحد اثنين، ثلاثة عواميد بلفة، واحد اثنين ثلاثة. هنا غرزة حشو، بعدها ثلاث عواميد بلفة، هنا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، اثنين سلسلة، واحد اثنين، وهنا ثلاث عواميد بلفة في نفس الفراغ، واحد اثنين ثلاثة. ثم بعدها هنا غرزة حشو بهذا الشكل، شفتوا هي هذه. نرجع نرتفع سلسلة من هنا، نسوي هنا غرزة حشو، لما قلبنا الشغل حنسوي غرزة حشو هنا سلسلة، وبعدها هتشوف أربع عواميد بلفة، ونفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها في هذه، نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها في المربع، نفسها تماما. احنا بس هذا نص مربع وهذاك مربع كامل، واحد اثنين ثلاثة
أربعة، خمسة سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نرجع هنا عند الرابعة، من هنا نسوي غرزة، نسوي منزلقة بهذا الشكل، ثم سلسلة، ثم نشتغل أربع عواميد بلفة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، سلسلة، وهنا في هذه نشتغل غرزة حشو، سلسلة، ونكمل الشغل. هنا سلسلة، أربعة هنا عواميد، هنا سلسلة، ونقفل الشغل هنا عند غرزة الحشو، غرزة حشو، ونقفل الشغل. هنا خلاص هذا هو تكفيله، قفلناها. حنروح نشتغل، نجيب الخيط ونشتغل نشتغل هذا النص، هذا اللي احنا حنشتغل عليه الحين، نص المربع للأدوار النهائية. هنا الشغل سهل جدا، حنجي هنا عند غرزة الحشو هذه اللي هنا، وناخد غرزة حشو. أول شيء هذه المنزلقة، كده غرزة حشو، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هذه تسعة سلاسل، عندي تسعة سلاسل. حنيجي هنا، حنيجي هنا في هذا الطرف، في هذا المثلث اللي هنا، ناخذ من السلسلة من الخلفية، هنا من السلسلة ناخذ الخلف، خلف السلسلة بهذا الشكل، ونشتغل غرزة حشو، ثم تسعة سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. ونجي هنا في غرزة الحشو اللي هنا، ونقفل كذلك بغرزة حشو، ناخذ من الخلف شغل، غرزة حشو، عند غرزة الحشو هذه من الخلف نرتفع ثلاث سلاسل زي هنا، هذه من هنا نرجع نرتفع ثلاث سلاسل من فوق غرزة الحشو هذه، نرتفع ثلاث سلاسل، سلسلتين، ونشتغل كذلك عمود بلفة، وحيكون عندنا واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. نفس الطريقة اللي اشتغلنا بها في المربع، نرتفع هنا ثلاث سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، سلسلتين، واحد، اثنين، وفي نفس الفراغ نشتغل عمود بلفة من هنا بهذا الشكل. أنا قالب الشغل صح؟ لا هي هذيك، لأنه لازم نرجع بالورقة. المهم ثلاثة، نشتغل هنا عمود بلفة، ثم في هذا الفراغ تسعة عواميد بلفة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة.
نيجي على هنا نشتغل فوق غرزة الحشو اللي عندنا، نشتغل هنا فوق غرزة الحشو مباشرة، نشتغل عمود بلفة اثنين سلسلة، واحد اثنين، ثم عمود بلفة، ثم هنا نشتغل 9 عواميد بلفة، واحد اثنين، هنا خلصنا 9 عواميد بلفة. حنيجي فوق غرزة الحشو حقت البداية، هنا فوق غرزة الحشو نشتغل عمود بلفة، اثنين سلسلة، عمود بلفة، كده هنلف الشغل بهذا الشكل ونرتفع 3، حندخل في الفراغ هذا حنرتفع، حناخذ منزلقة ونرتفع 3 سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، وعمودين بلفة، عمود بلفتين، هذه هنا ارتفعنا 3 سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، ونشتغل هنا هذا العمود بلفتين ثم سلسلتين، ونشتغل بنفس الطريقة حقت الف المتعاكسة. عندنا هذه العمود بلفتين من هنا، سلسلتين، واحد اثنين، عمود بلفة في نفس الفراغ هنا، عمود بلفة، ما نشيل الحلقات هذه، ما نشتغلها، نخليها فوق الصنارة ونتجاوز هذه السلسلة ونشتغل في اللي بعدها هنا، نشتغل فيها عمود بلفة ثم سلسلة من هنا، وفي نفس الفراغ هذا في نفس السلسلة نشتغل عمود بلفة ثاني، ونخلي الحلقات فوق السنارة، نتجاوز سلسلة ونشتغل في اللي بعدها سلسلة، ونرجع في نفس المحل نشتغل عمود، نخلي الحلقات في السنارة، نتجاوز سلسلة من هنا ونشتغل في اللي بعدها، نجي هنا في النص الحلقة اللي في النص نشتغل إذا فيها عمود بلفة، حيصير عندنا 1 2 3 4 5، ضروري يكون عندنا 5 مجموعات، 1 2 3 4 5، هنا في عمود، هنا اشتغل سلسلتين واشتغل هنا عمودين بلفتين بدون غير مكتملة كده، كده ثم ننهي، ثم سلسلتين، 2 سلسلة، ونشتغل هنا عمود بلفة ما نكمل، نخليه كده ونتجاوز هنا سلسلة ونشتغل في اللي بعدها بهذه الطريقة عمود بلفة، سلسلة، ونخلص الشغل لين النهاية. خلصت السطر، شوفوا معي، ضلوا عندي حلقتين فوق السنارة، اشتغل العمود داخل هذا الفراغ، اشتغل عمود بلفة
واشتغل سلسلتين واشتغل هنا البابل بدون ما اكمل عمودين بلفتين، اخلي الحلقات فوق السنارة ثم اقفل بهذا الشكل. بعدها اصعد سلسلة، المهم هنا هقفل الشغل عشان اغير اللون، هنا بغير اللون، حنشتغل بقفل هنا هنا، حنبدأ من هنا بما ان بدينا بلون جديد، حناخد هنا فرصة حشو، اول شيء منزلقة، نرتفع السلسلة ناخذ غرزة حشو ونشتغل هنا ثلاث غرز حشو، واحد اثنين ثلاثة، وهنا اثنين واحد اثنين، في كل فراغ من هذه الفراغات حنشتغل اثنين غرز حشو، في النهاية يكون عندنا 16 غرزة حشو. من هنا بداية من هنا لازم يكون عندنا 16 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذه 10 11 12 14 15 16، وهذه ناخذ هنا عشان نسوي نربط هذه بغرزة الحشو اللي هنا، حنسوي غرز حشو هنا 2 1، ونسوي سلسلتين 1 2، ثم مرة ثانية غرزة حشو في نفس المحل، ونجي على الفراغ اللي بعده هنا 3 غرز حشو 1 2 3، ونكمل في كل فراغ 2 غرز حشو 2 هنا غرزة واحدة فوق البابل، هذه غرزة واحدة حشو، نقلب الشغل ونرتفع، حندخل من هنا بمنزلقة ونرتفع 3 غرز حشو 1 3 سلاسل 3، شفتوا معي 3، وحنسوي لفتين او عمود بلفتين هنا، عمود بلفتين 2 سلسلة 1 2، وفي نفس المحل في نفس العمود هذا في نفس الفراغ هذا نشتغل عمود بلفة بهذا الشكل، ونخلي الحلقات هنا، هذا عمود بلفة نخلي الحلقات هنا، نتجاوز سلسلة ونشتغل هنا في اللي بعدها عمود بلفة ثم سلسلة ونشتغل هنا في نفس العمود في نفس اللي طلعنا منها العمود، طلع منها عمود مرة ثانية كده، ونخلي الحلقات فوق السنارة ونشتغل نتجاوز السلسلة ونشتغل في اللي بعدها، هذه كمان في المتعاكسة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها في المربع.
بكمل هذه الجزئية لين هنا وأرجع. هذه اشتغلنا بها في المربع نفسها من هنا، بوصل هنا وأشتغل معاكم. خلصت الحد هنا، عندي هنا سلسلتين اللي كنا سوينها في الزاوية لهنا، هذه سلسلتين اللي فوق الزاوية هنا، مش بنسوي فيها؟ عندي هنا حلقتين باخد وبسوي فيها هنا كده، وارتفع سلسلتين واشتغل لفتين عمودين بلفتين، واحد اثنين، واخلي الحلقات فوق السلسلة فوق السنارة، واشتغل كمان عمود بلفتين، واسحب الكل واشتغل سلسلتين سلسلتين، واجي اشتغل داخلها عمود بلفة كذلك، واخلي الحلقات هنا فوق السلسلة فوق السنارة، واشتغل تجاوز سلسلة واشتغل في اللي بعدها هنا، واكمل الشغل للنهاية. هنا وصلنا نهاية السطر، عندي حلقتين هنا لسه، هشتغل هنا عمود بلفة واسحب من الكل واشتغل سلسلتين واحد اثنين، واشتغل عمودين بلفة هنا عمودين بلفتين، اخلي الحلقات فوق السنارة كده خلاص، واقفل هنا الشغل وأغير اللون عشان نشتغل آخر سطر. هغير اللون نشتغل آخر سطر. بجي هنا وبرتفع. إيش فيه رأي الحبيبي؟ بجي هنا برتفع هنا 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سلسلة. هنا ارتفعت 11 سلسلة، برجع اسوي 2 منزلقة 2 حشو 2 نص عمود، هنا في الفراغ عمود بلفتين 2 سلسلة عمود بلفة، ثم نفس الشيء اللي اشتغلناه في المربع. خلوكم معي مع هذا الدور وآخر دور عندي هنا، هذه أول نقفل أول شيء هذه السلسلة، نرجع من هنا عشان نشد الشغل كويس. هنا عندي أول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هذه 11. نرجع هنا نسوي منزلقة واحد والمنزلقة اثنين، وبعدها اثنين حشو واحد اثنين، وبعدها اثنين نص عمود اثنين نص عمود، بعد اثنين نص عمود عمود بلفتين، ننزل كده ونسوي عمود بلفتين بهذا الشكل، ثم سلسلتين واحد اثنين وعمود بلفة في نفس الفراغ عمود بلفة، بعدها في هذا الفراغ اثنين عمود بلفة واحد اثنين
ونيجي هنا عند اول وحده نسوي 2 عمود كذلك بلفه واحد، ونمشي على السلاسل. كل سلسله حنشتغل فيها هنا كذلك عمود بلفه، وبعدها 2 عمود 2 نص عمود، واحد 2، هادو نص عمود. هنا في الفراغ 2 عمود بلفة، بعدها عمود بلفة عمود بلفة، نص عمود نص عمود. هنا غرزة حشو، وغرزة الحشو اللي هي هذه اللي هي رقم 2 حنحط فيها نشبك فيها الزاوية حقت الوردة هذه. إذا 2 عند 2 غرزة حشو، نعد لين 9، 2 3 4 5، هنا 6 7 8 9، بعدها يكون عندنا نص عمود، كمان نص عمود، عمود بلفة رقم 1 وعمود بلفة 2، وكذلك في الفراغ هذا 2 عمود بلفة 1 2، ونجي على فوق هذا العمودين اللي عندنا هنا، نجي على هذه الزاوية حقتهم آخر السلسلة اللي فوقهم، نشتغل عمود بلفة سلسلتين وعمود بلفتين، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، نشتغل عليهم 2 منزلقة، 2 منزلقة، 2 حشو، 2 نص عمود، 2 عمود بلفتين، 2 سلسلتين، 1 2، هنا عمود بلفة، ثم في الفراغ هذا 2 عمود بلفة، 1 2، بعدها نشتغل عمودين بلفة، عمودين بلفة كذلك، نص عمود مرتين، نص عمود 2 نص عمود، وبعدين غرز الحشو 9 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7، وفي 7 في رقم 8 هنقفل هذه الوردة قبل 9 في رقم 8، تسعة، 2 نص عمود، 1 عمود بلفة وعمود بلفة ثاني، جوا هنا جوا هذا الشغل عمود بلفة، عمودين بلفة، 1 2 في الفراغ هذو العمودين، وهنا فوق هذه حنشتغل، هنا فوق هذا حنشتغل عمود بلفة سلسلتين، 1 2، ونشتغل عمود بلفتين، 7 سلاسل، 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة اثنين منزلقة اثنين حشو اجلس ريان اثنين خذ الموي اثنين نص عمود وهنا عمود بلفتين خلاص نقفل الشغل هنا هنا حيتقفل الشغل في هذه لما نكون ننظف الخيط حننظفه بطريقة بحيث انه ما يبين معانا انه انهينا الشغل في هذا المحل لما نكون ننظفها ننظفها بحيث انه ما نخليها تبين برا نهائيا بهذا الشكل شفتوا معي بهذا الشكل نجي تنظيف بسيط جدا اصلا ما حتنفك انا تعرفون طريقتي اني اذا كان التنظيف بهذه الطريقه بيربط معاكم كويس انا مره اشارك معاكم التنظيف برجع احط هادو في الابره بهذا الشكل وامشي كذا امشي خيط واحد من تحت مثلا هذا خيط واحد من هنا من تحت بحيث لما اربط العقدة هذه ما تبين معي تدخل جوا الخيوط وامسك هذه الفتلة وهذه النص الفتلة الثانية واربط الخيط بهذا الشكل انا شفت كثير من الاجنبيات يسوونها وكمان انا قلت لكم مرة اعتمدتها خلاص فالشغل حقي ابدا ما يخرب تدخلونها كده بين العقدة هذه ما حتبين نهائيا تدخلونها بين الشغل بهذا الشكل خلاص الحين ما عادت تبين شفتوا خلاص خلصت الوحدة هذه خلصنا الوحدات كلها الحين ما ضل إلا نجمع البطانية ان شاء الله في الفيديو الجاي بتشوفون خلاص هذا يكون اخر جزء ان شاء الله وبعدها بحط لكم اخر جزء هو التجميع والاطراف حيكون اخر جزء هو التجميع او الاطراف شفتوا التجميع هم هذا دقيقة. التجميع كده حنجمع الوحدات ان شاء الله في الفيديو الجاي بنجمع الوحدات ونسوي الأطراف حيكون عندنا شغل فيها شوية ولكن معلش نشتغل شوية شوية الجزء المهم إنه حيكون النهاية إن شاء الله بوريكم بس جزء معين من الأطراف كيف نجمعها وكل واحدة حتجمع بنفسها الشغل حقها هذا هو يعني حتى الأطراف ترى ما فيها شغل كتير مرة يعني ما فيها شغل صعب مرة كلها يعني كم دور حيكون عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة أدوار حيكونوا فيها إن شاء الله فإن شاء الله نخلص ونشوف كيف حتطلع النتيجة مع بعض زي ما أنا قلت لكم ترى أنا مشتغلها أنا وياكم يعني خطوة خطوة يعني حتى البنات اللي طلبتوا مني معلومات ليش انا ما اعطيتكم المعلومات في كثير من البنات يتسألون ليش ما اعطيت المعلومات حقت البطانية
من اول فيديو. ما اقدر اعطيكم المعلومات من اول فيديو زي ما قلت لكم، انا مشغله معاكم خطوه بخطوه زيكم اول مره اشتغلها. فلما تدربت على الوحدات، انا اشتغلت الوحدات، اعطيتكم النهاية آخر واحدة اللي هي رقم 9 اللي هي شاركتها معاكم. شاركت معاكم رقم 4 اللي في المربعات، هذا المربع الرابع، وشاركت معاكم المثلث الثامن رقم 8 وهذا اللي اشتغلته أنا وياكم الحين. معناته أنا قاعدة نهائي لما نجمعها ونشتغلها كلها هذيك الساعة بشوف كم شالت الوزن حق الخيوط اللي شالت. بقول لكم الوزن الخيوط اللي شالت، كم عدد الألوان اللي سويت فيها، كم يعني استهلكت فيها من الوقت، كل هذه الأشياء وبالتفاصيل إن شاء الله بشاركها معاكم في آخر في فيديو منفصل عن البطانية. أما الحين إن شاء الله انتظروني أشتغل معاكم الفيديو الجاي. هذا الفيديو خلاص، هذا خلصنا منه اليوم الجزء الثالث. الجزء الرابع بيكون فيه فقط تجميع البطانية والأطراف وأطراف البطانية اللي حنشتغل، والكلام إن شاء الله والسواليف عن البطانية بتكون في نهاية شغل البطانية نهائيا لما أخلصها. نلتقي على خير، شكرا لمتابعة، وآسفة جدا لأن الفيديوهات كتكون طويلة. ليش تكون طويلة؟ عشان يكون الشرح مستفيض وما تحتاجون أبدا لأي مراجعة مرة تانية. يعني أنت تشوفين معايا الفيديو من أول نهايته وأنت قاعدة تشتغلين، ما تحتاجين أنك تطلين على شيء تاني أو أنك تسألين سؤال تاني أو لك كيف سويت الهادي وكيف سويت الهادي، يعني بالتفصيل، يعني ما قطعت منه أبدا. يعني قاعدة أشتغل بشويش عشان تفهمون الغرز وتفهمون كل شيء والخطوات اللي سويناها. انا نفسي مع المصممه اخر جزء لها في بعض الاشياء ما استوعبتها صراحه، لولا اني اعرف اقرا الباترون ترى ممكن الاقي صعوبه اني اخلص معاها الفيديو، لان الفيديو في الاخير الفيديو الثاني الجزء الثاني من التصميم حقها لما منزلها هي في القناه حقها، لما أتابع معها ألاقيها أسقطت بعض التفاصيل. هذيك التفصيل الوحدة إذا ما هي يعني فاهمة في الشغل ممكن إنها خلاص توقف، ما حتعرف تكمل لأنها أسقطت بعض التفاصيل، ولو إنها جزئيات بسيطة جدا، بس بالنسبة لوحدة مبتدئة أو متوسطة في الشغل يمكن إنها ما تستوعبها. ما حيستوعبونها غير المحترفات، هم اللي يمديهم انهم يلاحظون التفاصيل اللي هي اسقطت في الجزء الثاني. يلا نلتقي على خير ان شاء الله، احبكم في الله، والى اللقاء في الجزء الثالث الجزء الرابع ان شاء الله. هذا الجزء الثالث والجزء الرابع ان شاء الله يكون نهاية البطانية.